السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاهدوا ملخص مباراة المنتخب العراقي والكويت، مباراة ودية. جهتان متتاليتان في بغداد بين المنتخبين، واحد انتصر من خلال المنتخب الكويتي بهدفين مقابل لا شيء، والاخيره الراحل ناطق هاشم سجل فيها هدف. تشكيله الفريقين لهذه المواجهه، هجوم عراقي عبر الجهه اليسرى، العكسيه تبعد من السبعه، ثم لدينا ثلاثي وسط هجومي حسين علي بعد العوده بالرقم ثمانيه، والى الجهه اليسرى سجاد جزيره حضرت في تاريخ مواجهات العراق والكويت في السنوات الماضيه. هجوم عبر الجهه اليسرى للمنتخب العراقي، العكسيه داخل منطقة الهدف في الشوط الأول، سجل هدفين في شباك الخور كذلك يغيب. هجوم عبر الجهة اليمنى، بايش يمر يراوغ يلعب كرة عكسية تبلى علاء مهاوي، علاء من أجل استعادة مستوى علاء المعروف الذي ظهر في أولمبياد ريو دي جانيرو. كرة إلى الخلف بالكعب بشكل جميل، التقدم الآن سجاد عبر الجهة اليمنى، سجاد يلعب كرة عكسية يعيد الكرة إلى ضرغام، ضرغام يمر الكرة عبر الجهة اليمنى من علاء مهاوي، جميلة جدا إلى سجاد، لكن التغطية حاضرة من دفاع عن هذه الفترة. مهند علي، علي عدنان مع فانكوفر الكندي، علاء عباس، ريبين سلاقة، صفاء هادي. هنا الكرة عبر الجهة اليمنى، مازن فياض كذلك خرج من المعسكر الإصابة، التسديد، الله، أول تعديل للأسود وتألق لحارس الأزرق سليمان عبد الغفور. أمان العرباوية في الكويت وأمان الأزرق في المرمى، هو من يتصدى ويبعد الكرة، التسديدة الأولى الخطيرة من أمجد عطوان تذهب إلى خارج أرضية الملعب، ضربة ركنية، الكرة الأولى عراقية، التهديد العراقي يأتي، التسديدة هنا والأهداف الجميلة، ركنية للمنتخب العراقي، لعبت الكرة بالرأس وإلى خارج أرضية القادمة. كرة وصلت، تمريرة إلى الجهة اليسرى، تصل ضرغام اسماعيل يلعب الكرة العكسية، أيمن حسين يستلم يسدد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، خطيرة من أيمن حسين، أرضيه المميز والجميل المنشود في استضافة البطولات. لعبت الكرة هنا هجوم لمنتخب الكويت، لكن شبيب الخالدي ما كان في منطقة الجزاء. هنا التقدم، التكنيك بشكل مميز للكابيتانو فهد الهاجي، يسيطر على الكرة، لعبها عكسية، الله، الرشيدي سجل الأزرق لاستعادة أيامه، لإعادة كتابة تاريخه. هذا العراق
العراقي، حفاوة الاستقبال حاضرة، والكرة العكسية لفهد الهاجري أكرمها في اللقطة الماضية. عيد الرشيدي لاعب نار، مشجعين المنتخب العراقي يشجعون الكويت تارة ويشجعون العراق تارة، العراق من أجل التعديل. الكرة العكسية وسط الكرة لسجاد بالرأس لأيمن حسين، ومن ثم لدينا مجموعة جديدة من الأسماء في المنتخب الكويتي. هجوم بالنسبة للمنتخب العراقي عبر الجهة اليسرى، أيمن حسين يذهب يمنة ويسرى، يبحث عن الكرات، حسين علي يمر من الأول، حسين علي من الثاني يسدد الكرة، تصطدم تذهب إلى خارج أرضية الملعب. المدرسة الإسبانية قد تأخذ مكانها في الخليج، أيمن حسين، الله، أيمن اللي يتحرك، أيمن اللي يهدد، أو هنا علي فايز أعلى من الجميع. شوف، لا، هو أيمن حسين. علي فايز كان ينطر الكرة في منطقة الجزاء، كان يجب أن يعتمد على حدسي في اللقطة الماضية، لأن نعم المرتدة للمنتخب الكويتي، 2-3 اللعبة إلى بندر السلامة، يتدخل الدفاع العراقي وإبعاد الكرة من ميثم جبار إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية للمنجزة اللغة العربية نسبة لكم الناس الذين يعني تفاعلوا مع اللغة العربية. هنا التفاعل مع الهجوم للمنتخب العراقي خارج أرضية الملعب. المدينة التي اكتشفت الدورة الدموية في جسد اللغة العربية هي المدينة التي بإذن الله تعالى ستكتشف محبة وتقدير. هجوم عبر الجهة اليمنى، المنتخب العراقي يهاجم العكسية، أيمن حسين، التغطية حاضر في البصرة، بالتأكيد ستكون جدا ممتعة لمن سيحضر إلى البصرة، لاعبين، إداريين، مشجعين. إعلام شبيب الخالدي، شبيب يسدد الكرة، الله، عبر الجهة اليسرى يهاجم حسين علي، خطير المنتخب العراقي في منطقة الجزاء من أجل التعديل قبل نهاية الشوط الأول، لكن على التنفيذ اللعبة الكرة بالرأس، الله، خارج أرضية الملعب من أمجد عطوان، حاول كثير، غادر علاء مهاوي. هنا الهجوم للمنتخب الكويتي، هجمة خطيرة مع بداية الثاني، الله، الجنرال الصغير حاضر في منطقة الجزاء حتى وهو واقع على أرضية الملعب، ينقذ مرماه من هدف محقق أحمد إبراهيم. شوف الإعادة في اللقطة الماضية، الخطأ في الكرة ومن ثم مررت بهذا الشكل، سدد الفنيني وتألق حارس المرمى، ومن ثم تواجد مكان سجاد جاسم، المدرب يغير في الجهة اليمنى، وصلت خطيرة، هو ممكن، الله، ابن الزعفرانية عاد إليكم من جديد، يسدد الكرة خارج أرضية الملعب. محمد داود، وين أيامك؟ حسين علي عبر الجهة اليسرى ما تغيرت، اليمنى شهدت التغييرات، حسين علي يسدد الكرة. المنتخب الكويتي هجوم عبر الجهة اليسرى خطيرة، مبارك الفنيني مرر الثاني، لا 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 لا, لا. ضاعت على الأزرق، ضاعت على الأزرق، فواز عايض العتيبي في اللقطة الماضية وضع الكرة يسار محمد حميد، لكنها ذهبت. محمد، مباريات مثل هذا التشكيل الأساسي العراقي يكون فيه صفاء هادي طبعا، مع أمجد عطوان، مع بشار رسل، هجوم عبر الجهة اليسرى، ضرغام إسماعيل العكسية، أيمن حسين بالرأس خارج أرضية عبر الجهة اليسرى، يمررها خطيرة داخل المنطقة، فواز عايض العكسية بعد الكنترول بالكعب، اللعبت من عيد الرشيد، ذهبت إلى الجهة اليمنى، الله، فهد الهاجري إلى خارج، في انتظار ظهور أكثر مع حسين علي، مع محمد داود عبر الجهة اليمنى، داود العكسية، حسين علي، خطيرة، تسديدة، الله، قتالية، ما في إلا بندر يهاجم إلى شبيب الخالدي عبر الجهة اليمنى في انتظار المساندة، شبيب يحاول المرور وسط العيد الرشيدي، شبيب الوانتو خطيرة، عيد الرشيدي ممكن الثاني، اللعبات حاولت التسجيل، ضرغام يهاجم، ضرغام يمرر، حسين علي عكسية، والإبعاد في اللقطة الماضية، القتالية كانت حاضرة على فهد الحمود، فهد حمود في اللقطة الماضية ولا راعى أي شيء، قتاليته دفعت مهما كان يشاهد سليمان عبد الغفور يتقدم، وبالتالي سليمان ضرب راس زميله في خط الدفاع الذي يقع على مباريات الدوري العراقي في الموسم الحالي في انتظار مباريات دوري أبطال آسيا والمباريات القادمة. هنا الهجوم، محمد داود، الوانتو، حسين علي، 80 وهو في طريقه وينافس احمد كانو نجم الكره العمانيه على عماده العالم، لعبت الكره الثانية، تعادل، اوه، داوود من جديد،
داوود من جديد، ضرغام اسماعيل لعب الكرة العكسية على راس داوود، داوود لعبها لكنها إلى خارج أرضية الملعب. داوود تاريخها حافل، وبالتالي اللي يرتدي قميص أزرق يعرف ثقل ذلك. لعبة الكرة العكسية، محاولة الإبعاد حسين علي رغم قصر قامته لكنه هو من يلعب الكرة. داوود عكسية، محمد قاسم على راس محمد داوود، هلا 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 العراق بعد بحاله النخلة. لكن شوف الإعادة، محمد القاسم موجود يلعب الكرة العكسية على راس محمد داوود ثاني مرة. محمد داوود مباراة الكرات الرأسية ابتدأها عيد الرشيدي وسجل محمد داوود الليلة الكرات الرأسية، لا يسأل عليها سليمان عبد الغفور. تأخر فهد الهاجري باللحاق بمحمد داوود الذي يسجل هدف التعادل للمنتخب العراقي مطلع الدقيقة 80. حلوة مباراة، حلوة فريقين، حلوة. عايش إلى الخلف، أمجد عطوان إلى محمد قاسم صانع الهدف، يفكر يسدد من هذه المسافة. محمد قاسم، الله، ما وصلت سهلة في أحضان محمد حميد. جمهور عراقي في بداية المباراة آزر الكويتيين، جاملهم، لكن بعد ذلك يبحث عن الفوز الثاني. صافرة، ركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة المنتخب العراقي. نعم، وفيها بطاقة حمراء فهد حمود. كل طاولة في هذه المواجهة قد تكون حاضرة. ركلة جزاء للمنتخب من حسين وسليمان عبد الغفور في التقدم. أيمن، الله، الأسود، متعة الكرة، فخر المحبين في جذع النخلة لاسمك يا عراق وتدري نحبك. سجل أيمن حسين، قلب الطاولة على الأزرق في مواجهة الأشقاء، واحدة من المواجهات الأروع في تاريخ الأربعين مواجهة. جعل من النتيجة 2-1، تغييرات كاتريتش هي من قلبت الطاولة في شوط المباراة الثاني. حاول سليمان عبد الغفور، ذهب إلى الكرة، لكن أيمن حسين جعل من النتيجة 2-1 في الدقيقة 89، آخر 10 دقائق. الأسود الرافدين قلبت الطاولة، جعلت من النتيجة هدفين مقابل هدف واحد. هذه فرحة دكة بدلاء الأسود.